كل متابعينا في اليوم السابع أصيب 46 شخص من أهالي قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ بسبب تناولهم لوجبة إفطار بالأمس فاسدة. شعروا بمغص خفيف ثم استمر المغص لحد اليوم الثلاثاء، فتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة. ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة الدكتورة إلهام محمد لمتابعة الحالات وتقديم الإسعافات اللازمة للحالات المصابة. وبالفعل تم نقل 46 حالة من قرية واحدة من قرية التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين، وخرج 40 حالة من المصابين ومتبقية حالة واحدة، متبقي أربع حالات آسف متبقي أربع حالات. كل متابعينا في اليوم السابع شهدت قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ اليوم إصابة 46 شخص بحالة تسمم. إصابة 46 من قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ بحالات تسمم بسبب تناولهم وجبة فاسدة أمس الاثنين. وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وتبين أن 46 شخص تناولوا وجبة إطعام فاسدة وشعروا بمغص خفيف بعد تناولهم الوجبة، ولكن مع استمرار حالات المغص وإصابتهم بالمغص تم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتقديم الإسعافات اللازمة. وبالفعل خرج 40 حالة ومتبقي أربع حالات فقط متواجدة في مستشفى كفر الشيخ العام. وأكدت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام استقرار جميع الحالات بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة وتركيب المحاليل اللازمة للحالات. طبعا من بين الحالات حوالي 12 حالة أطفال ما بين 8 سنوات إلى سن 15 سنة، أما بقية الحالات 46 كلها لشباب وكبار سن أكبرهم سنه 55 سنة. وجميع الحالات الحمد لله مستقرة وخرجت عادوا إلى منازلهم بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة، ما عدا أربع حالات فقط هي متواجدة في مستشفى كفر الشيخ العام. وكانت غرفة مديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ تلقوا إشارة بإصابة عدد من الأشخاص بحالات تسمم لتناولهم وجبة إفطار أمس. بالفعل تحركت الأجهزة الأمنية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ومتابعة الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة، واستقبلهم الدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام. استقبل جميع الحالات وبالفعل أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية ل46 حالة كما أشرت كل متابعينا في اليوم السابع. وجميع الحالات خرجت 40 حالة خرجت حوالي أكثر من 40 حالة ومتبقي بقية الحالات بيتلقوا الإسعافات اللازمة. وأكد الدكتور وائل أبو المجد أن
بقيه الحالات ستخرج بعد يعني حوالي نصف ساعه لاستقرار حالتهم، ولكن استمرار وجودهم في المستشفى للاطمئنان عليهم وعن حالتهم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى السلامه لكل المصابين سواء المتواجدين في المستشفى الان او الذين غادروا المستشفى وعادوا الى منازلهم. كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم توافد 46 حالة مصابة بحالة تسمم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجميعهم من قرية واحدة هي قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، وكانوا قد أصوبوا بحالة تسمم أمس لتناولهم وجبة إفطار وشعروا بمغص، ولكن استمرار المغص لليوم توجهوا إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وبالفعل استقبلتهم مستشفى كفر الشيخ العام بتوجيهات اللواء جمال بن خليفة محافظ كفر الشيخ والدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم والإسعافات وتكريم وتركيب محلها، وبالفعل خرجت 40 حالة حالتهم وعادوا إلى منازلهم، وتم حجز بقية الحالات للاطمئنان عليهم، ولكن حالتهم الآن مستقرة، وهنتابع مع حضراتكم خلال الساعات المقبلة حالة الحالات المتبقية في مستشفى كفر الشيخ العام وإمتى هيخرجوا. ولكن كما أكد الدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام أنه سيتم خروج الحالات بعد حوالي بقية الحالات بعد حوالي نصف ساعة. نتمنى السلامة لكل المصابين بحالات تسمم. كل متابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ، رصدت لحضراتكم إصابة 46 شخص من قرية واحدة قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ بحالات تسمم لتناولهم وجبة إفطار بالأمس. جميع الحالات الحمد لله مستقرة، وخرجت 40 حالة، متبقي 6 حالات ما زالت موجودة. كل متابعينا في اليوم السابع